يا حاج يوسف، أنا سخية. لا 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 لا، أنت ما تعرفنيش، كنت معاكوا في الحارة زمان. سخية بنت راضي، بهلول سنان السكاكين. كنت عاوزة أقابلك. وحشتيني وحشتيني قوي. ايه المفاجآت دي بقى؟ مش كنتوا تقولوا ان انتوا جايين؟ جد جد. السلام ورحمة الله وبركاته. عاوزة الحاج يوسف. هو ده اللي حصل. انت وقعت بتقولي يا بنت انت؟ ابويا هيتجوزك انت ليه يا رمرم؟ اهدى اهدى يا فرج، مش كده؟ اهدى. ايوه يا سي فرج، اتجوزني. انا امي عندها حق. دي بنت صايعه ولفيت عليه وكلتي معاه له حلاوه وجايه هنا تلبسينا العمه. انا الله يسامحك. خش عليا بمسكنتك، اطلع بره يا بنت. انا جايه اتحمى فيكم وفي عرضكم، يقوم يقول لي اطلعي بره؟ طب وعهد الله لو ما خرجتي لاكون قاطم رقبتك. بعدين يا فرج، قلت لك ايه ده؟ يا عمي لو فاكره بالشويه السمر اللي هي جايه بيهم ده يخيل عليا. لا يخيل عليك ولا على غيرك. انا مش جايه علشان حاجه ولا جايه اخد قرشين. كل اللي انا عايزه ان انا ما ترميش بره. انا ماليش حد. عارف يا حاج يوسف، ابويا لما مات ما كانش معايا حق الكفن ولا كان معايا حد يشيله. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله يابا. عشت عمرك كله لا في إيد حنت ولا طبطبت عليك، ولما وقعت مفيش حد يشيلك لقبرك. لو أنت فاكر إن أنا كنت عايزة أتجوز أبوك، أبوك خدني غصب وقت دار، رمى عليا السخام حمادة وانا لا قد حماده ولا قد ابوك. حاج يوسف، انا مش عايزه قرشين. انا كل اللي انا عايزه ان انا ما اتفضحش. الست نفيسه هتخلي الحاج يطلقني وانا ماليش حد ولا ليا حتى روحه. قلت في عقل بالي مفيش غير الحاج يوسف، هو اللي بيقف جنب الغلبان. لا حول ولا قوه الا بالله. بس برضك انت لو ما وقفتش جنبي مش هزعل منك ولا حلومك، عشان انا ماليش غير ربنا، هو اللي عمره ما هيسيبني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ليه؟ ليه الافتراء ده يا اخي؟ يا معلم، يا تيمو. ازاي يا تيمو؟ تيمو يا تيمو، دي بتقلب عليا المواجع بقى. اشمعنى؟ اصل انا يا تيمو الاب والام. انا عندي ليك خبر حلو قوي. ايه؟ انا حامل.